على مراكش 100 تاع فيها خدمه المل. الله يبي جيت تبيع البيض وبطاطا اش لك ما كاينش شي حاجه اخرى كاع. اش نقول لك بلا ما انتم هذا كاس العالم والله العظيم يفرقوا لنا حنا شي زينات الكيسان اخويا. حنا تيكون عندنا شي غطلعنا ولا شي حاجه تتلقى من هنا يبي توصل من دوار العسكر لباب شكالة شحال خاصك واحد الساعه تتعرق وتنش فيه في الطاكسي عاد زادونا بهذاك الطوبيس اللي الوسط ما قاجي والو فهمتي البلان. يعني انت تصور تنظم كاس العالم هنايا بنادم بيمشي للتيران شحال بيوصل بعدا لباب شكالة عاد يوصل للتيران فهمتيني. يعني بعدا يقادو بعدا الطرقان ينظموا داك الشيء الباساج تاع الماطر يكون بوحدو فهمتي الطوموبيل يوسعوا الشانتي يحيدوا لنا داك الطوبيس ما لايق والو فهمتي البلان ويخلي بنادم يوصل لبنادم الغرض دغيا وهذا الشيء اللي كان. وكاين كاينين البنيه التحتيه ماشي ما كاينينش ولكن نتمناو ان هنا القدام يكون واحد التطور يكون التطور يكون جميل سمعتي اكثر من هذا الشيء اللي كاين دابا. والملاعب راه كاينين تبارك الله كاينين الملاعب ماشي ما كاينينش. الحمد لله عندنا لي تيران مزيانين لي تيران اللي هما اصلاح انه يلعبوا فيهم المغاربه ديالنا واللعبه والطل الاجانب وبالخصوص مراكش فمراكش هي كتحتضن واحد الملعب اللي هو معروف على الصعيد العالمي ومراكش كمدينه سياحيه. انا ضد ديك الفكره مسال مازال خاص بزاف الحاجات. انا باش يجي يقول لك بان راه كلشي كان راه ما كاينش كلشي حقا تقدر تكون غير 80% ولكن مازال 10% مازال 10% باش تقدر تحتضن داك الشيء. مازال عندنا خاص بزاف الحاجات. اول حاجه بالنسبه للتنظيم خاص سميتو خاص يكون التنظيم هو الاول يعني النظام داخل الملاعب ماشي يعني بالنسبه للجماهير الجماهير هو الاول هو الحاجه هي الجماهير وعاد نشوفوا داك الشيء الاخر على حساب الجمعيه وعلى حساب داك الشيء يعني يكون منظم. المغرب ما خاصش حتى شي حاجه يعني مستدعي ينظم كاس العالم والتوفيق. ما كاينش البنيه التحتيه يعني نعطيك على سبيل المثال فيما كدير واحد الدور هنا في مراكش ولا في المدن المغربيه كتلقى واحد كيحفر لاكار ديالو سينيقا الطرق كيكونوا غير في الايام اللي كيكون بحال مثلا كتكون شي كتكون شي عطله ولا نهار الاحد ثاني كان العدد كبير ثاني غتكون القضيه مزحمه غادي نقولوا غادي تكون يعني خصهم يفكروا واحد يعني يفكروا من الجانب تاع المدينه يكون شوفوا الطرقان هما الاولين يعني شوف غير فاش كان كوب 22 شوف كي كانت القضيه هنايا يعني كيف غنقول لك واحد قبل ما يدير شي حاجه يفكر مزيان باش يفكر في الطرقات يفكر في بنادم واش غادي يكون واعي هذه وحده اخرى والجانب الامني. كاينين بنيه تحتيه باش نستضفوا هذا كاس العالم بس شي حاجه ما عندنا بنيه تحتيه في المغرب اصلا وعندنا ما خصنا ماشي دولار حنا دوله متقدمه يا جماعه قول دوله متقدمه خصنا نستضفوا اولا حتى الى استضفنا راه غادي عاوتاني تدخل لينا السياحه عاوتاني غادي تدخل موارد ماليه مزيانه اظن باللي حاجه مزيانه وعندنا حتى مواهب في كره القدم يعني واصل حنا دوله يمكن نربحوا المونديال ديال كاس العالم. يعني بالنسبه للبنيه التحتيه البنيه التحتيه مازال خاصنا نزيدوا مازال شحال من حاجه خاصنا مازال خاصنا نزيدوا شويه باش ان شاء الله ملي مثلا المغرب استضفى هذا الشيء ديال كاس العالم الناس الاخرين يلقاو سميتو ديالهم تكون عندهم واحد النظره زوينه على البلاد وعلى سميتو المغرب. في اخر بطوله اللي استضفها ديال الشهر قدم واحد المستوى جيد في سميتو في ديك البطوله ولكن كاس العالم كيبقى يعني تضاوره كبيره جدا خص يعني تفكير شويه في سميتو ديالها باش نستضفوها مزيان نوفروا البنيه التحتيه وكذلك الاختناق المروري اللي غادي يكون هنايا يعني غيجي بشر كثير كاس العالم يعني تضاوره كبيره اذا خصهم شويه التفكير مازال في هذيك ديال استقبال كاس العالم.